Go. In the boardroom. بكم في In the Boardroom. معنا اليوم سارة المدني، مصممة الأزياء، صاحبة ماركة العبايات روج كوتور. أهلا وسهلا سارة، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يخليك، عبرينا عن أو عرفينا عن نفسك بثلاث صفات. أنا جريئة، عنيدة، ومثابرة. متى بديتي بالموضة؟ بديت وأنا عمري 15 سنة. طبعاً بديت محل وايد صغير. It was في الاندستريال اريا، كان ما في حتى حريم في هالشارع، هذا كان كله construction workers اللي يشتغلون في البنايات وهكله، يعني تعرف الناس اللي كانوا هناك. فكنت يعني على شعرة ووقف كل شيء وأقول خلاص برجع البيت بكمل الدراسة و it's not my thing. بس هني وين العناد لعب دور. زين، عانت لين ما الحمد لله وصلت اللي انا عليه. وحتى دراستي كانت خراج سينما، يعني ما يخصها في الازياء. طبعا الروج كوتور معروف باشكال من نوع ما غريبه وعجيبه، خاصه بالنسبه للعبي. فمن وين تجيبي هالافكار؟ هاي هي شخصيتي، وكثر ما اقدر احاول اخلي هالشيء يستمر في تصاميمي. طبعا حققت هالشيء لمده 7 سنين. انزين، والغرابه هاي تمت في العبايات. هذا هو الستايل اللي انا احبه، وهذا هو الستايل اللي احاول يعني اي بروفايد حق الكلاينت. السوشيال ميديا هو اللي وصلني لعرض ازياء فرنسا، واكتشفوني فرنسا، اختاروني من الامارات اني يعني اقدم الامارات في عرض ازياء فرنسا قبل سنتين، وكان عن طريق السوشيال ميديا، اور ايلس ما كانوا بيسمعون عني ابدا. ما معنات النجاح بالنسبه لك؟ يعني كيف تصفين النجاح بالنسبه لي؟ هو تحط فكرة أو تحط هدف وتوصله في وقت أسرع من اللي أنت متوقعه. لا، هذا هو النجاح. هذا شغفك واندفاعك للعمل، شعرت بماذا؟ لما أكون قاعد أشتغل أحس أني إنسانة كاملة، أحس أني امرأة قوية، أحس أن عندي شخصية، أحس أني مو محتاجة لأي شيء. فوايد أحب، يعني أكثر وقتي تشوف مكرستنا وايد في الشغل. ليش؟ لأنه احس انه يبني شخصيتي والشغل، يعني احس اني كامله مع شغلي واللي قاعد اسويه، فاكثر طاقتي استردها من الشغل.